رياضيا، أجرى فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال مساء أمس بملعبه بمدرمان مرانا تكتيكيا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة التونسي نبيل الكوكي. وشهدت الحصة التدريبية للهلال انضمام المهاجم الجزائري بولو عيدات للمشاركة في التدريبات، وخضع بعض اللاعبين لتمارين بدنية خاصة تحت إشراف مدرب الأحمال التونسي قيس القطاسي، وتدرب حراس المرمى تحت إشراف مدرب الحراس الوطني ياسر كجيك. وأوقف الجهاز الفني لفريق الهلال التمرين بغرض تصحيح بعض الأخطاء التكتيكية، كما وجه بالتنفيذ السليم لبعض التدريبات ليختتم المران الهلالي بتقسيمة تكتيكية قوية. هذا وسيوالي الأزرق تمارينه التحضيرية لمواجهة رايون سبورت الرواندي يوم 11 من أغسطس المقبل.